توقعات ان هي تكون محاكمة عادلة وتعدي المحاكمة باجراءات امنية مشددة، وان ده جزاء اي حد تهاون في حق هذا الشعب. هذا الرئيس اول لما مسك قلنا ربنا يبارك له، ربنا يكرمه ويتحمل عبء هذا الشعب العظيم المكافح الذي عانى الامرين من النظام السابق والنظام الذي تلاه اللي هو نظام مرسي. وللاسف الشديد كنا بندعي له ان ربنا يوفقه، لك للاسف الشديد اخفق في كل مناحي الحياه وتصادم مع جميع الجهات، تصادم مع الهيئه القضائيه والهيئه العسكريه والهيئه الشرطيه، وتصادم اخيرا هو وجماعته وعشيرته مع الشارع المصري. وهذا اصعب تصادم ممكن ان يلاقيه رئيس. هذا التصادم ادى الى ارتجاله الى ان يقوم بالاشتراك وفي ويتورط في واقعه قتل المتظاهرين امام الاتحاديه وتعذيب المتظاهرين، وهذا كان واضح للعامة وللعالم أجمع ما حدث أمام قصر الاتحادية من ميليشيات الجماعات التي تدعي أنها مسلمة والإسلام منهم براء، لأن الإسلام لا يحض على القتل أو على التعذيب. إن شاء الله المحاكمة هتتم على خير بإذن الله. متوقع يحصل عنف فيها؟ والله ممكن يكون عنف، بس ايا كان تصريحات الداخليه ان العنف هيبقى محدود باذن الله، يعني احنا متفائلين خير. توقعاتك ممكن ايه اللي يحصل بكره؟ يعني المظاهرات المعتاده من بعض الاخوان، يعني انما مش متوقع ان يبقى في احداث كبيره يعني تاثر على سير المحاكمه. طب انت مع محاكمه مرسي؟ بالتاكيد مع محاكمه كل من اخطا يعني، بس ما يشغلناش محاكمه مرسي عن محاكمه كل الفاسدين في خلال الفتره اللي فاتت. شايف ان في عنف ممكن يحصل بكره؟ ده شيء اساسي. زي ايه العنف اللي ممكن يحصل؟ والله اصلا الاخوان المسلمين مش رد الفعل بتاعهم للاسف يعني مش طبيعي اللي بيحصل ده، واخد بالك؟ وهم لو فكروا بس برهة من الزمن، واخد بالك؟ يعني مش هيعملوا الحاجات دي. انا متوقع بقى حاجه واحده اللي هم اصلا ممكن يعملوا عند المحاكمه نفسها، طبعا هيوقفوا حاله البلد، دي حاجه. تاني حاجه يعني ممكن يستخدموا العنف بطريقه وسخه، بطريقه بشعه. زي ايه؟ يعني الوسائل اللي بيعملوها، يعني انا متوقع كده لو اصلا ممكن تحصل شغب مع الشرطه، شغب مع الجيش، ضرب في الشعب، فاهمني؟ ولكن انا طبعا انا حسن الظن بالجيش وبالشرطه اللي هم يكونوا قد المسؤوليه بالنسبه للرد الفعل بتاع الاخوان. انا شايفه انها تصفيه على الحزب الوطني بس. ايوه، وشايفه ان الثوره الثانيه ثوره 30/6 مش ثوره، ثوره حزب وطني، تصفيه حسابات الحزب الوطني مع كيان الاخوان، مع كيان الاخوان المسلمين، وفي النهايه الشعب المصري هو اللي بيقع في النص. انا شايفه ان الرئيس ده اعتقل، يعني احنا رجعنا تاني لايام زمان خالص، ايام الاعتقال. شايفه ان في عنف ممكن يحصل بكره في المحاكمه؟ طبعا اكيد طبعا، لان العنف مش هيولد غير عنف، ورد الظلم بالظلم عدل. كلام فارغ، في حكم مبارك اللي سرق البلد ونهبها ومضيع الدنيا. تكون محاكمه عاديه زي اي متهم، طالما الشعب نزع منه الشرعيه يبقى مواطن زي اي متهم عادي، ويكون متهم زي اي متهم عادي، يتوفر له جميع الضمانات، حق الدفاع له مكفول، وان يتحاكم محاكمه تتناسب مع افعاله وهي خيانه الوطن. والحمد لله الاخوان المسلمين، انا كنت اكبر مؤيد ليه لمرسي لانه راجل حفظ القران الكريم وكان من طين الوطن، لكن لقيته بيبيع الوطن من اجل مصلحه الجماعه وليس من اجل مصلحه الوطن. واللي غرقوه الجماعه اللي تابع ليها مش هو. ويكون طالما الشعب نزع منه الشرعيه دي، هو الشعب مصدر السلطات. الشعب طالما نزع شرعيه من رئيس الجمهوريه يبقى اي زي اي مواطن عادي، والمواطن العادي لو اتهم يعتبر متهم عادي، تتوفر له جميع الضمانات وجميع الحق الدفاع مكفول له، ومحاكمه عاديه جدا جدا جدا، واحنا دوله القانون. بالنسبه لمحاكمه بكره، هو متهم عادي زي اي المتهمين، بس تفرق بس ان هو كان رئيس جمهوريه لكن هو خالف القانون، فعادي. يعني انا بعتقد ان محاكمه زي اي محاكمه، ولو هو مدان خد بالك يبقى حلال عليه العقوبه، ولو مش مدان يبقى من حقه البراءه. توقعاتك ايه محاكمه؟
ان شاء الله المحاكمه بكره المفروض ان هي تبقى المفروض القانون ياخد مجراه، والرئيس مرسي المفروض يطلع براءه، لان المفروض ان هو ياخد، المفروض يبقى في ناس معاه تاني في القفص غيره. ممكن يحصل عنف بكره؟ اه ان شاء الله يبقى في عنف باذن الله من الاخوان، عشان هما بيجهزوا سلاح والكلام دوت، وانا عارف هما هيقفلوا طوران بكره ان شاء الله، وطريق كورنيش المعادي بيشتروا سلاح ويضربوا في الجيش بكره ان شاء الله. الرضا هيكون ايه على اساليب العنف؟ هو المفروض الشعب يقف جنب الجيش، عشان الجيش كده لا يقف لوحده، الاخوان هتضرب في الجيش والجيش هيضرب في الاخوان، والشعب كده يقف يتفرج، المفروض الشعب يقف يحمي الجيش. المحاكمه بكره ان شاء الله تتم وتتم بصوره طيبه باذن الله، بس انا بتوقع يكون في شغب من الاخوان، والدوله يعني وزاره الداخليه مستعده للجزئيه دي تماما يعني. والمحاكمه دي اجراء قانوني، هي اللي بتثبت براءه مرسي او ادانته في الموضوع، والمفروض يعني الاخوان ذات نفسهم يساهموا في اجراء هذه المحاكمه لاثبات براءتهم من الاتهامات المنسوبه اليهم، ده امر طبيعي يعني، المفروض هم ذات نفسهم نابي بالاجراءات اللي بيعملوها الاخوان، اللي هي اجراءات العنف والتهديد والالغام والتخريب، دي لوحدها جرائم وبيعاقب عليها قانون العقوبات، ودي بتدل على سوء نيه الاخوان المسلمين، وبتدل على ارتكابهم للجرائم المستنده اليهم في جميع التحقيقات. هيكون هم قالوا احنا امننا كل حاجه وكل الاماكن مؤمنه، فان شاء الله تكون في خير يعني. شايفه ان في عنف ممكن يحصل بكره؟ والله دي حاجه في علم الغيب، بس متهيألي ان هم بعد المحاكمه هتهبط طبعا العنف بتاعهم، وهيهبط كل الامواج اللي هم بيعملوها دي. هو قد يكون يعني احتمال قائم العنف مستشري، لان الاخوان في طبيعتهم العنف، وهم ما توانوا لحظه من يوم ان خلع مرسي إلى الآن ويرددوا كلمة يعود مرسي، فهم يعيشوا في حلم طائش وطيش سياسي، وهؤلاء لا يمثلون الإسلام، وإنما هم ينحبون على الكراسي. والله طبعا كل الناس الآن في عنف، في ناس يعني جماعة الإخوان مجهزة للكلام ده من فترة، وبداية النهاردة كانوا واقفين قدام دار القضاء، فأنا أتوقع إن يكون في عنف يعني عنف جديد يعني، فربنا أسلوب الردع اللي ممكن يتم على العنف. والله أقول لك حاجة، أنا رأيي شخصيا إن أسلوب العنف مش هينفع يعني، أنا رأيي أسلوب العنف مش، أو بمعنى أصح الحل الأمني مش هو الحل الأمثل يعني، بدليل إن إحنا بقالنا 4 أشهر لغاية النهاردة مفيش حاجة اتعملت يعني، عمال في ناس بتقبض عليها، وفي ناس بتقع، وفي ناس بتتصاب، ومع ذلك إصرار غير عادي يعني. يبقى الحل الأمني مش هو الحل، الحل الأمني مش هو الحل، لازم يبقى في حل جنبه تاني. في طرفين النهاردة، هنقول طرف موجود في خصومة موجودة، يبقى لازم في حد يتدخل، مش عايزين الأصوات تقعد تقول بقى لا ما حدش لا مصالحة، يا جماعة الأمر مش هينتهي بالشكل ده، لازم نشوف عشان خاطر البلد، احنا بقالنا 3 سنين تعبنا، لازم يبقى في مصالحة، لأن يعني دي مش هينفع سواء من هنا أو سواء من هنا، مش كل اللي انت هتدركه هتاخده، ولا ده كل اللي يدركه هياخده، لازم هناك تنازلات، وهنا تنازلات. نتكلم بعد 30 يونيو، ما ينفعش ان انا اتكلم بالنسبه للاخوان قبل 30 يونيو، لازم اتكلم بعد 30 يونيو، هو ده الاساس، وبعد كده نقف الاعتقالات الملاحقات الامنيه زي ما بيقولوا، ده توقف ونشوف نقعد مع نحل، انما كل ما يبتدي يبقى في حل او في بادره لحل، نفاجئ بان ان 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 الناس بتقول لا ما ينفعش، ويبتدي يهاجموا اللي بيتدخل عشان الحل، ما ينفعش، لازم نقعد ونشوف ايه اللي هيتم، لان احنا بلدنا احنا تعبنا 14 تعبانين جدا يعني. اولا بالنسبه للمحاكمه بكره، ان شاء الله انا اتمنى ان هي تكون خير، واتمنى ان هي ان شاء الله تكون بالنسبه للمجتمع كله كوحده،
مش عايزة ان المحاكمة بكرة تكون سبب في اندفاع الشعب المصري او في إثارة غضبه، لان احنا النهاردة تعدينا وتفادينا المرحلة دي، وعايزين دايما نبص للمستقبل ونبص في بكرة ونبص ان احنا ازاي مصر عايزنا تكون احسن دولة. مش عايزين يعني مش عايزين يكون مجتمعنا مجتمع زائف، مش عايزين مجتمعنا يكون ينظر نظرة للخلف، لان احنا محتاجين ازاي ننظر للامام، لان احنا النهاردة ما بنبصش كرئيس مسك دولة، ما بنبصش لرئيس حكم بلد، احنا بنبص ان احنا عايزين ايه، احنا ازاي ندير البلد، لان البلد عمرها ما هتدار بالطريقة الصحيحة الا اذا احنا اجتمعنا كوحدة، كوحدة واحدة، كوحدة وطنية واحدة. مفيش فرق بين ديانة ولا في فرق بين حزب، لان احنا كلنا اسرة واحدة، مجتمع واحد، لان مفيش حد يقولك اصلا انا مصري بس مسلم، اصلا انا مصري بس مسيحي. الفكرة كلها ان احنا يد واحدة. وبالنسبة لتوقعاتي لمحاكمة بكرة، اتمنى ان شاء الله ان هي تكون محاكمة خير للناس اجمعين، يعني لان برضو في زي ما في احزاب وطيارات متوافقة، ايضا في طيارات واحزاب ومجتمعات مختلفة، لان برضو في مؤيد وفي معارض. وانا بالنسبة للرأيين كعلى المستوى الشخصي كالرئيس المخلوع مرسي كشخص، هو أراد أن يعني يعمل شيء للمجتمع، فطبعا في الأول وفي الآخر على المستوى الشخصي حد محترم، شخصية كويسة، ولكن أنا النهاردة مش عايزة شخصية كويسة ومحترمة بس، أنا عايزة شخصية سياسية قادرة واعية عندها القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي لإدارة البلد، لان النهاردة احنا بلد ومجتمع بين جميع الدول وجميع بلاد العالم، فعايزين ان احنا ما نقلش درجة عن المستوى اللي احنا عايزينه، لان في الاول وفي الاخر احنا بلد واحدة وبلد اسلامية، ولكن الدين يجمعنا، ولكن التجارة باسم الدين ده يضيعنا، وليس ان الحكم في محاكمة بكرة لصالح ضد مع مؤيد معارض. احنا النهاردة بنقول الله يولي من يصلح، وفي الاول وفي الاخر احنا بنتمنى خير. وانا توقعاتي بالاكيد بكرة اكيد اكيد يعني متوقع بنسبة عنف 50%، ده توقعاتي، لان زي طبعا ما في مؤيد في معارض، وطبعا مرسي ليه طبعا مؤيد دينه، وطبعا انا برضو يعني اشفق على بعض الشباب لان ضالين، يعني تم تضليلهم وباسم تجارة الدين، وده في المجتمعات الأخرى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم زمان قال لكم دينكم ولي ديني، فيعني أنت لك مطلق الحرية، وليس كل من يتاجر بالدين هو إسلامي، بل بالعكس تجارة بالدين من أسوأ وأخطر ما يتعرض له البلاد، بل بالعكس بتهز المستوى الاجتماعي والثقافي وبتهز الثقة وبتثير الفتنة بين المجتمعات والشعب. فأتمنى من الله عز وجل، وأتمنى من الشعب أن نتفهم الموقف، وأتفهم أن كل شيء بإرادة الله عز وجل، لأن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يشاء وما يريد. لا توقعاتي ليه حاجات كتير في التوقعات. اولا بكره هيبقى في نص مجزره مش مجزره كامله، يعني بكره الاخوان مش هيهمهم مرسي يطلع بريء ولا يطلع من السجن، هو اللي يهمهم لما يعملوا انقلاب على الانقلاب الجيش اساسا. يعني هو الجيش بسم الله ما شاء الله يعني عامل احتياطاته، وان شاء الله هيكون حاجه كويسه يعني. بس انا عايز اقول لك ان الاخوان اصلا مش عايزين موسي، هم عايزين يعملوا بلبله في الشارع المصري اساسا يعني. انت مع محاكمة موسي بتهمه؟ طبعا طبعا شايف ان هو اخطا فيها، اخطا فيها لان هو سمع كلام الاخوان اساسا، يعني هو ما سمعش من دماغه، ما خدش راي الناس اللي معاه، هو خد راي الناس اللي هم تبع الاخوان. والله احنا عايزين المحاكمة هو يتحاكم طبعا، ان في ناس كتير ماتت، في اولادنا ماتوا، مش شرط يكون ابني، ممكن يكون اخويا، يكون جاري، زميلي في الشغل، ابن زميلي، ابن زميلتي، فلازم محاكمته زي ما حاكمنا حسني وحاكمنا اولاده، نحاكمه هو مش كبير على الحكم.